وزارة الصحة تشرف على انطلاق أعمال مركز الامتياز للقضاء على ختان الإناث، وذلك بمشاركة العديد من المنظمات المحلية والإقليمية. وسيهتم المركز الجديد بالتعسيس حول مخاطر ختان الإناث ومساعدة ضحاياه من الناحية المادية والنفسية. ختان الإناث بات معضلة حقيقية وتشكل أكبر خطر على حياة البريات، بالرغم أنه لا شيء يضفي الشرعية على هذه الظاهرة وفق ممثلة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والتكفل بضحايا الختان، المناصرة والحشد للقضاء على ظاهرة الختان المبنيين على الأدلة والبحوث العلمية. وشهدت الفعالية مداخلات أكدت أن ختان الإناث جريمة في حق الأطفال ويسبب أزمات نفسية ويؤثر بشكل دائم على البنات. ختان الإناث شيء يصعب علي وصفه ولا حتى التفكير فيه، لأنني أعتبره جرم في حق الأطفال. نحن كأمهات وأباء لا شك لنا أننا نريد حماية أطفالنا، إننا مستعدون للتضحية من أجلهم، ولكن في نفس الوقت لا يجب علينا إهدار حقوقهم ومراعاة حياتهم المستقبلية. وتعد ظاهرة ختان الإناث ظاهرة اجتماعية قديمة، وقد تم القيام بحملات توعوية من قبل الحكومة في جميع مناطق البلاد.